أنا أحمد الشيخ فلسطيني من حقي ومن حق غيري أن أعود لوطني. قدري أني لاجئ في داخل هذا الوطن. قدري علمني أجداد منذ صغري أن الوطن من النهر إلى البحر. من حقي ومن حق غيري كفلسطينيا مسلما أو مسيحيا ضفاويا أو غزاويا لاجئا أن أعود إلى هذا الوطن. من حقي ومن حق غيري أن أزور القدس دون انتظار ورقة من جندي أو جندية جاءت من أدغال إفريقيا أو من أحد بارات أوروبا ورقة مكتوب عليها مرفوض أنك تسكن بداخلك وطن. ومن حقي ومن حق غيري أن أرى معمارية القدس العتيقة وأنا جالس على درجاته وأنا أحتسي كوب قهوة يلخص جميع حكايته. ومن حقي ومن حق غيري أن أصطحب مركبتي إلى أحد شواطئها وأن أصطاد سمكة تهمس بأذني بأن أجدادك مروا من هنا. ومن حقي ومن حق غيري أن أستلقي على رماد صحرائها وأنا أتأمل نجومها في ليلة أضاء القمر جميع حدوده. وفي النهاية ومن حقي ومن حق غيري أن أرجع لهذا الوطن.